انا هوريكم صوره قبل ما اطلع الفاصل عشان ابسطكم. صوره كده واحد بعتها لي على موقف، قال لي الموقف ده بذمتك ينفع؟ قلت له ليه؟ قال لي انت عارف ده عامل زي ايه؟ قلت له زي ايه؟ قال لي زي ما اينو كان بيزعق لميسي. قلت له اينو مين؟ قال لي معتز اينو، فاكر لما الاهلي لعب ماتش ودي في معسكر ليه مره في الصيف مع برشلونه؟ قلت له قال لي في اينو كان بيشخط في ميسي. ميسي قاعد يبص له كده، ميسي اعظم لعيب في التاريخ، قال لي اينو عمال يشخط فيه ويكيله. قلت له اينو ده جامد جدا. قام بعت لي صوره فكرني بيها والله. بص 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 شوفوا اينو، اينو ملجم ميسي مقعده على الارض. بص 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 ميسي يعني عامل زي الطفل خايف من اينو ازاي. جامد برضو الواد اينو ده والله. بص اوعى هترقص تاني، سامع يالا؟ وحياة امي لا جيب رجليك الشمال ده نصين، اسمع يالا. اهو واحد عايز يبين لي يعني يديني يعني يقول لي افيه على موقف، قام بعت الصوره دي، فلقيت والله افتكرت الموقف ده، وطلع اينو جامد جدا فعلا.